ومعنا للحديث عما يدور بين لجان نيابية في العراق بشأن اقتراب الدولة من شفا الانهيار وسط استمرار الفساد وسوء الإدارة والتوجه للاقتراض، معنا من لندن الأستاذ محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. أهلا بكم. وتحياتي لكم ولمشاهديكم الأكارم. أهلا بكم. كما تعلمون نواب وخبراء اقتصاديون وحتى الحكومة نفسها أقرت أن العراق أن دولة العراق على شفا الهاوية والانهيار اقتصاديا، برأيكم كيف وصلت الدولة إلى هذا المستوى من الانهيار الاقتصادي؟ باعتقادي أن القضية الأساسية هي هدر الأموال، هدر المال العام بالنسبة لخزينة الدولة. نعم. وهذا الهدر جاء نتيجة لكل الأمور التي تسير بها حكومات المحافظة الطائفية ابتداء من 2003، وبالتالي سببت قضايا مالية شابكة بالنسبة للمواطن العراقي، بما فيها قضية المرتبات اللي هي لحد الآن قضية تتعلق بحياة العائلة العراقية. نعم. ولذلك نجد أنه من الضروري أن تقوم الحكومة بإجراءات واسعة. هذه الإجراءات تتقيد في مسألة جمع المال المسروق والمبالغ التي هدرت من الشعب العراقي والتي هي بقيمتها من عام 2003 ولحد الآن ما يقارب 250 مليار دولار. نعم. وهذه الأموال هي أموال للشعب العراقي ناتجة عن ثروته الطبيعية. نعم. وإضافة لذلك يجب اتخاذ إجراءات حازمة وصارمة بالنسبة للضرائب المترتبة على منافذ الحدود والتي كان أستاذ محمد، هذه الدعوات والنصائح تتكرر منذ أكثر من 17 عاما حتى الآن، وإذا كانت الأحزاب والكتل السياسية تتحدث عن مكافحة الفساد في العراق، فمن الذي أهدر وهرب الأموال وأوصل الاقتصاد العراقي إلى هذه الدرجة من الانهيار؟ هم نفسهم الذين هدروا أموال العراق ابتداء من البرلمانيين وانتهاء بهذه الحكومة الحالية واللاحقة والسابقة والتي تسير بمسار المحاصصة الطائفية. هم من بعثروا أموال العراق، حتى أن معروفة جيدا أنهم لم يهتموا بمسائل أساسية داخل العراق وهي الزراعة والصناعة وكذلك السياحة التي تأتي بأموال طائلة. نعم. أما المشكلة الحالية التي هي بين وزير مالية حكومة الكاظمي والبرلمان هي واضحة للجميع، أن هناك مساومات على مسألة المقايضة والاقتراض الديني بالنسبة للعراق حتى يقلل من أهمية الدينار العراقي، وبالتالي أنه هذا مخطط من أجل تدمير ثروة العراق وهدر أمواله. نعم. هنا وهنا. يعني على ذكر وزير المالية، وزير المالية أقر أن المواطنين لن يدفعوا تكاليف ضرائب عالية حاليا، كما قرأنا في الخبر السابق أنه يقول لك أنه لا يوجد خدمات من الدولة ترتقي إلى مستوى هذه الضرائب المطلوبة من المواطن، فلماذا نلجأ إلى جيب المواطن العراقي؟ وفي المقابل المواطن العراقي فقد ثقته بالدولة للأسف الشديد. هل تعتقد أن الدولة يمكن أن تلجأ إلى جيب المواطن مرة أخرى؟ بالتأكيد، هم حاليا المواطنين يشكون من أنه المرتبات مضى عليها فترة 45 يوم والمواطن لم يأخذ مرتبه وهو مدان لصاحب المحل الذي يأخذ مواده الغذائية منه، أو إذا
هو ساكن في بيت يجب أن يدفع أجور السكن إلى غير ذلك. الكل مطالب بأنه هذه القضية قضية مهمة بالنسبة للمواطن العراقي، وبالتالي يجب أن تحل بشكل أخلاقي ودفع مرتبات بالوقت المناسب وعدم تسيير الأمور بشكل غير لائق، حتى المواطن العراقي يفهم جيدا أن الحكومة تسير وفق معطيات هي معطيات ممكن أن تؤخذ بنظر الاعتبار دقيقة وصحيحة. يعني دكتور، على 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 ذكر المصادر الحكومية والحكومة، يعني المصادر ذاتها تتحدث عن إتاوات بملايين الدولارات تذهب إلى جيوب الميليشيات. هذا النمط السائد منذ سنوات طويلة وعدم قدرة الحكومة على معالجته أودت بالعراق إلى ما هو عليه الآن. أصبحنا نتحدث عن بلاد تحكمها الميليشيات وعن اقتصاد في يد هذه الميليشيات، ولا يعود على المواطن العراقي بفائدة مع الأسف. بالتأكيد، لأنه الميليشيات المسلحة وهذا السلاح المنفلت إذا لم يوقف على أساس أنه سحب هذه الأسلحة من هذه الميليشيات وعدم تأثيرها على مسائل الدولة التي تخص مثلا قضايا واضحة، وهي مسألة المنافذ الحدودية، هيمنتهم على المنافذ الحدودية، يدخلوا بدون ضرائب، وممكن أن تكون الضريبة كلش قليلة للمواد التي تدخل من هذا الجار أو ذاك، وبالتالي يجب وضع حد لهذه الأمور التي تسير بها الميليشيات والأحزاب وفق منظور ذاتي، وهو أنه يجمع المال، إضافة لقضية غسيل الأموال من البنك المركزي العراقي وتهريبها إلى الدولة الجارة إيران. أستاذ محمد، قبل قليل كنت تتحدث عن بعض الآليات والوسائل التي يمكن أن تضبط هذه الميزانية وتخفف من الهدر وسرقة الأموال وغيره، وما على الحكومة أن تقوم به، لكن للأسف الشديد ما نلاحظه الآن هو أن الحكومة ذاهبة إلى خيار آخر وهو الاقتراض، وهذا ما يجعل رهن مستقبل العراق بيد الجهات المقرضة في المستقبل. إلى أي مدى يؤكد هذا السلوك الحكومي أن الحكومة لا تمتلك رؤية إصلاحية للاقتصاد في العراق؟ بالتأكيد يجب أن يكون هناك طاقم مالي يأخذ على عاتقه هذه المهمة من كبار المعروفين في قضايا المصارف والمالية، وبالتالي أنهم يفكرون بعملية الاقتراض، والاقتراض هو مضر بالنسبة للشعب العراقي، لأنه البنك الدولي عندما يعطي قرضا معين هناك ضرائب على هذا أو فوائد على هذا القرض الذي ممكن تأخذه الحكومة العراقية بحجة أنهم يقيمون مشاريع استثمارية إلى غير ذلك. نعم. فعليه أن يكون هناك مخطط وبرنامج مالي مفهوم يأخذ على عاتقه وزير المالية إذا كان فعلا هو جدير بهذا المركز وملم في كل القضايا التي تخص البلد من ناحية الإنتاج ومن ناحية المصروفات. نعم. والمشاريع والخدمات التي تقدم للمواطن العراقي. من لندن الأستاذ محمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.